تدريب ايه يا استاذ علي؟ الجورنال مليان صحفيين، تلات ارباعهم ما بيشتغلوش وبفكر اسرحهم، تقول لي تدريب؟ بس البت اللي بقولك عليها دي شاطره قوي يا جميل. حلوه؟ بقولك شاطره، ايه علاقه الحلاوه بالصحافه؟ لا يا حبيبي، لازم الصحفيه تبقى حلوه علشان تعرف تزغلل العينين اللي بتعمل معاهم احاديث وتاخد منهم الكلام اللي هي عايزاه. يا سلام، طب على كده بقى شغلت انجي وكاميليا ليه؟ دول ايه علاقتهم بالحلاوه؟ لا 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 يا علي، كاميليا كانت حلوه قبل ما تتجوز، انجي بقى احلوت بعد ما اتطلقت. انت عايز تحرق دم يا جميل؟ يا اخي انا بضرب لك مثل. يعني انت موافق ان انا ادرب سما؟ تدرب مين؟ انت كنتش فاكر نفسك منو الجوزيه؟ انا اللي ادربها. ليه؟ انت فاكر نفسك حسن شحاته؟ انا اللي جايبها يبقى انا اللي ادربها. الصحفيين اللي تحت تمرين دول مسؤوليه رئيس التحرير، هو اللي يدربهم، انت مجرد صحفي. يا سلام، انت عايزنا نجيبها لغايه هنا وانت اللي تدربها؟ انت فاكرني ايه؟ يا سلام، امال ايه، انت جايبها تدربها على الصحافه ولا تدربها على حاجه تانيه؟ احنا اقسمنا على ميثاق شرف الصحافه وانت كده بتخالف القسم. يا سلام، وهو انا لازم اوافق انك تدرب الموزز بتوعك في الجورنال بتاعي وانا اللي ابقى ملتزم بميثاق الشرف الصحفي؟ خلاص يا جميل، انا هخليها تتدرب في اكبر جريده قوميه في البلد بعلاقاتي ولا الحوجه لحضرتك. وعلى ايه حضرتك بقى؟ انت خليت فيها حضرتك وبعلاقاتي، كنت نفعت نفسك يا اخويا.